بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيه تهنئه الى اخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة تولي دولة الإمارات رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي وأعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البرقية عن خالص تهنيه لسموه بهذه المناسبة منوها بما تحظى به الإمارات الشقيقة من مكانة متميزة وتقدير واحترام على الساحة الدولية وكفاءة وفعالية منظومتها الدبلوماسية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام العالمية متمنيا أن سموه لدولة الإمارات وأبنائها دوام التقدم والازدهار